نفضل نجوز بالمال العربية باسك مسلمة وتعرف لي تراديسيون تاعنا وهذا. ما ناخذش راجل مغربي حيت عنده العقلية في شي شكل. كيفاش عنده عقلية؟ خاصك تلبس جلابة ودير السبنية على راسك وانا ما نقدرش بحال هكا. خاصني نكون اليز مع شي راجل. نفضل المرأة المغربية راه ديما كتبقى على تقاليدنا وعاداتنا فهمتيني ولا خصوصا الا كانت فيها الاحترام وحادقة طبيعة الحال. قاوريه راه طبيعه الحال راه ماشي الديانه ديالنا باش انك تدخلها في واحد يعني باش تمشي معها في واحد السيستم اللي هي باغاه. راه بالنسبه لي انا كمغربي راه ما غاديش نتفاهم مع طبيعه الحال. كنفضل نتزوج براجل اجنبي حيت المغرب مغاربه عقليتهم شويه ما زويناش وكيفكروا شويه عقليتهم مازال قديمه. الرجال اللي ماشي مغاربه كيفكروا بطريقه اخرى ومتفتحين وكيقدروا المراه عكس المغاربه اللي مازالين شي وحدين. انا ما كنعممش انما 90% من رجال المغاربه ما كيحترموش المراه وما كيعرفوش بقيمتها. بالنسبه لي كنفضل نتزوج بمراه عربيه حيت مغالقه ما احسن من شي وحده نتفاهم انا وياها. اجنبيه غيكون ديفيسيل انك الثقافه وانت ثقافه دونك صعيب انك تلقى واحد البوان كومون بيناتكم. وكنفضل العربيه نتفاهم انا وياها ولقى راحتي معها. جو بريفير مي ماريا افيك ان هوم بلوتو ماروكان كيترونجي باش ما يوقعش ان مالونتوندو باش يكون واحد التفاهم ما بيناتنا. بالنسبه لي انا نتزوج بنت بلاد احسن ليا من احدى اجنبيه. اجنبيه ديما كتبقى غريبه على الثقافه ديالي وديما نحس براسي انا وياها ما فاهمينش بزاف. انا غادي نفضل نتزوج براجل مغربي ماشي اجنبي حيت العادات والتقاليد ديالنا ماشي بحال بحال. ولنفترض مثلا نتزوج باجنبي العادات ديالهم مبدلين علينا والعادات ماشي بحال بحال. وكنفضل نتزوج براجل مغربي 100%.